مقيم في مكة يريد أن يحج متمتعا عن شخص توفاه الله، هل يحرم من التنعيم أو من رابغ؟ وهل عليه هدي؟ وهل عليه سعي واحد أم سعيين، علما أن المتوفى من مصر؟ العمرة ليس فيها هدي، إذا أراد أنه يعتمر عن قريبه يحج، إذا أراد يحج عن قريبه فإنه يحرم، إذا كان في مكة فإنه يحرم بالحج من مكة، إن كان يريد الإفراد، إفراد الحج، يحرم بالحج من مكة وليس عليه هدي، لأن المفرد ليس عليه هدي. أما إن كان يريد التمتع بالعمرة إلى الحج أو يريد القران بين العمرة والحج، فهذا يخرج إلى التنعيم ويحرم بالتمتع أو بالقران، ويكون عليه فدية التمتع. نعم.